الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج المطعم. هنعمل حلقه النهارده حلوه جدا ومميزه عن الجلاش. هنعمل كذا طريقه له، كل مره كده بنعمل يعني كذا شكل كده وكذا شكل مختلف. ان شاء الله يعجبكم جدا جدا ان شاء الله النهارده الجلاش. الجلاش برضو بيعتمد على الخامه نفسها بتاعت الورقه نفسها بتاعت الجلاش برضو، وكل ده بيبقى مهم جدا. لو انت جايباه من الفريزر لازم تحلي منه التبريد وتحس اللي هو خلاص بقى طري معاك كده اهوت، نبدا ان احنا هنشتغل بيه. خلينا نشتغل اول حاجه نعمل بيه الحجاب زي الفل. نعمل الحجاب او نعمل اللي هو المدور، بحبه جدا وسهل قوي ان احنا نشتغل بيه. فنعمل اول حاجه الحجاب وبعد كده نعمل عندنا المدور. المدور ده اهوت بيتعمل ساده وبعد كده بناخده ونحشي بيه. ناخد اول ورقة نحطها هنا كده. هجيب عندي سمنة، ممكن تسيحي بسمنة وزبدة زي ما حضرتك عايزة. اي ده رقم التليفون اللي قدام حضراتكم تقدروا تتواصلوا من خلاله. رقم الارضي ده رقم الدولي. كل اللي بيفرق عن الرقم الارضي او الرقم الدولي هو ال 002، لكن هو نفس الرقم اللي تقدري تتواصلوا من خلاله ان شاء الله. بنعمل دلوقتي اول حاجه هو الجلاش اللي احنا هنبدا نشتغل فيه اللي هو الجلاش الحجاب. هنشوفه مع بعض عباره عن ايه. هو سهل جدا وهنعمله بكريمه. ممكن تعملي شويه كاسترد في البيت وتظبطيهم كده وتسيبهم يبردوا ونبدا نحشي بيهم، وهتلاقي فيه النهارده تشكيله حلوه قوي من الجلاش واشكال حلوه ان شاء الله تعجبك. يعني الفرن بتاعي يبقى سخن معايا، الصاجات بتاعتي اللي انا هسوي فيها تبقى مظبوطه. بحط ايه في الجلاش اللي هو الحجاب؟ اربع ورقات بس. ماشي، بنمسح سمنه بسيطه مش سمنه كتير عشان الحاجه تبقى خفيفه كده واحنا بناكلها. بس طبعا لازم تكون، انا حاطط بصراحه سمنه على زبده. السمنه على زبده في الجلاش بتبقى حلوه جدا. ماشي، ادهن كده كويس قوي ونحط ايه اخر ورقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. سهله سهله قوي. فبتبقى الشيت كده بيبقى خلاص يعني متكون كده مع بعض ويبقى ماسكين في بعض. نبدا نجيب عندنا سكينه ونبدا اللي انا اخد دي زي ما حضراتكم كده شايفين اقطعها، بتكون كلها قد بعضها قد كلها بعضها. يعني انت بتقطعي اول شريحه وبعد كده بتاخديها بقى وتقيسي عليها كل الجلاش اللي باقي اهو كده كده اهو. سهله سهله جدا اهو. دي ممكن على اتنين وخلاص عشان تطلع مظبوطه معايا. ماشي، نرصهم كده. ممكن ناخدها بالطول افضل. ماشي، وبعد كده نجيب عندنا اي زي ما قلت لك اي كريمه طبعا، بس مش كريم شانتيه. اما تستخدمي الكريمه اللي هي لا حليب ونشا على النار، اللي هو نص لتر من الحليب على 3 معالق من النشا وتقلبيهم كويس جدا على النار من غير ما تديهم شربات، او تحط مكان النشا كاستر براحتك زي ما انت عايزه كده او كده. انا هستخدم الكاستر ده اهو، مقص بقى نقوم عاملينه كده. نيجي بقى على الايه، على الطرف كده اهوت اهو من هنا كده، ونحط عندنا ادي الكريمه بتاعتنا بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. وحش كده ورواق المسائل بقى عشان ايه الدنيا تطلع مظبوطه كده وشكلها حلو وتبقى طعمها حلو. نقفل كده. اهم حاجه يا باشا هي التقفيله تبقى مظبوطه. الله ينور يا استاذنا. ماشي، وعشان الكريمه مش عايزه تطلع بره خالص كده، ونضغط كده. ماشي اهو كده. راح بصي كده، ما تخليش اي يعني تديهاش اي يعني الكريمه اللي هي تطلع بره، خليها مضغوطه كويس قوي عشان تطلع ان شاء الله الحجاب يطلع معاكي مظبوط كده اهو. دي اسهل يعني، بدات لك باسهل حاجه انك تقدري تعمليها. في اشكال كتير هنطلعها دلوقتي، ولكن انا بحب ابدا دايما ايه بالحاجه الايه السهله. لقيت حته زياده كده اقطعها بالسكين اهو. سهله يعني سهله. خش على اللي بعده كده كده
اهو ماشي الكلام الجميل. خلي بالك الورقه الاخيره من الجلاش والورقه اللي تحت مش واخدين سمنه عشان اعرف اتحكم فيهم ويطلعوا لي بالشكل اللي قدامك دول. تمام، حط ديت. النشا وممكن تحطي لو عايزه، اللي عايز يحط جبن مع ال، لو هتعملي حليب بنشا براحتك خالص برضو هتشتغل معاكي زي الفل ان شاء الله. نركنهم كده جانبا ونقوم واخدين عندنا ثلاث ورقات، ممكن تعمليها بثلاث ورقات بس مفيش مشكله. هجيب عند الصاج اللي هنبدا نشتغل فيه، ندي سمنه. عمره ما هيورق معاكي، عمره ما هيورق معاكي غير بالسمنه، خلي بالك يعني. الله، حط يا باشا الفيشه دي هنا. تمام، واحده كده اهيت، واحده كده، كل واحدة تلاقيها عكس التانية كده عشان الصاج يطلع شكله شيك. يا فاطمة السلام عليكم. الو يا فاطمة، يا فاطمة ازيك؟ معلش يا فاطمة كلمينا تاني بقى. معلش اهو ندهن كده وناخد بعد كده اهوت. حاولي تخلي الورقه السليمه تحت والفوق سليمه، يعني تحت وفوق. لو في اي حاجه متكسره حطيها في النص. هو ما شاء الله اللي عندي كله تمام سليم. نقسم دي كده عشان نبدا نخش في الشكل اللي بعده. حشوه ثانيه مختلفه خالص عن ديت. كده بالطول اربع ورقات، ثلاث ورقات عادي يعني، ورقتين ممكن تحط منه ورقتين بس على فكره. كله شغال كريمه هنا. كلام جميل. حاجه اوعي ابعدي خالص عن موضوع الكريمه، ان هي ما تحاوليش ان انت تجيبي كريمه عليها او الكريمه تطلع بره. خلي بالك ان الكريمه تطلع مظبوطه معاكي او اللفه تطلع حلوه عشان الكريمه دي ما تطلعش بره خالص وانت بتساوي. اهو بصي بضغط كويس قوي بالذات في الفواصل ديت. نشيل ونايه ونرص. تعالى كده يا باشا ثانيه واحده. نعمل نص صاج بس يعني، هي تفهمها ازاي؟ ما خدتش حاجه لسه، اللفه ما كملتش معايا، لكن انا ممكن اعمل نص صاج بس زي الفل. معادل السلام عليكم. معادل السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله، ازيك يا معادل؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله الله يكرمك. احنا بنحبك قوي بجد والله العظيم. ربنا يخليك يا ست معادل، تسلمي. والله احنا يعني من السعداء اللي احنا كنا عايزين نسمع صوت حضرتك، ولو في اي سؤال يعني يا ريت تكلمينا تاني. شكرا جدا. اخر واحده بقى ونحط السمنه يا باشا ونسوي على طول. الحروف دي كلها كده بشيلها عشان حاجه تطلع شكلها شيك معايا. بعد كده اديها سمنه من فوق. كده تمام، ما غرقش سمنه خلاص، كده هي بقت كده بقت تمام جدا. ناخد عندنا الايه الحاجه الثانيه ونبدا ان احنا ايه نشتغل فيها. الحاجه الثانيه اللي عندنا جميله جدا، عباره عن ايه بقى؟ كنافه مع سوداني، الاثنين مع بعض. سوداني اهوت بقوم حاطه هنا في الكبه واقفل ونشغل. مش بنعمه، حاجة بسيطة جدا. واقوم واخد عليها شوية كنافة محمرين كده حلوين ننزلهم.
واقفل ونشغل. الاتنين دول مع بعض بيعملوا تحميصة كده عالمية. اديهم ايه بقى عشان عايز اسمغهم؟ شوية شربات تقال كده، الشربات اللي هاسي بيه. ماشي، نقفل ونشغل. ايه يا مايا باشا، تاخديها بقى اهي، بص بقت عامله ازاي. دي بقى في ناس بتعمل حركه فيها حلوه قوي وبتبقى جامده قوي، وطلعت ترند على فكره من فتره، انك تاخدي دي تمام وتعمليها كده كنافه مع السوداني ديت، ماشي، وتحطها في الفريزر شويه، وبعد كده تقومي حطاها في الشوكولاته، بتطلع طعمها ولا كلمه. اه والله بتطلع حلوه قوي، يعني جربوها. الموضوع ده الكنافه حطيت عليها شويه سمنه وحمرتها في الفرن، طلعتها اديتها ضربه مع السوداني، واديتها شربات تقيل بارد بس مش كتير عشان ما تبقاش تقيله، بس لازم برضو احطها شربات عشان تسمغ معايا. عايزك بس تجربي ده بس تحطيها في الفريزر الاول، وبعد كده تطلعيها وتحطها في الشوكولاته، وبعد كده طلعيها عشان بتطلع طعم ما فيش كنافه بسوداني ايه، تطلع في حته ثانيه خالص. بس احنا هنعملها بايه؟ هنعملها بالجلاش. دي واحدة كمان، اتنين بس. حلو، بص يا باشا كده اهو، حط الكنافة مع السوداني دي، تحطها هنا في الجلاش، ورقتين اتنين بس اللي بنعملهم. لازم بقى الضغطه بقى ايه، ضغطه تبقى ضغطه بقى، يعني ايه مفيش هزار بقى. اهي بصي ضغطي كده حلو، ونلف كده لحد ما نوصل للاخر. نقوم سايبينها، كلام جميل. ناخد ايه الورقه التانيه عشان هقطعهم ونحطهم مع الحجاب ده، ونبدا نسوي في الفرن. ناخد ورقه تانيه كمان، سمنه بسيطه، كنافه بسوداني. نقوم واخدينها كده، طعمها اصلا جميل اصلا، يعني لوحدها يعني كنافه بسوداني دي بتاكل كده لوحدها. بضغط كده وبنبدا ان احنا ايه نلف اللفه التمام. بعد كده عم حمدي بنقوم واخدينها كده وحاطينها، اجي عندي بالسكينه نص كده. بقلاوه يا باشا، بقلاوه يا عيني، يا سلام. دي لو تخش الفريزر شويه تبقى ماسكه نفسها، عشان عايز اعملها زي كل وشكر كده اهو. ماشي، ماشي، وتقومي حطاها كده اهوت جنب بعضها، نصينها الرصة التمام دي. ايه رأيك بقى في القاع؟ ايه اكتر حاجة ايه او اسهل حاجتين اتنين بدأنا اللي احنا نعملهم لك كده ونبدأ بيهم الحلقة النهاردة بتاعت الخاصة بالجلاش؟ ناخد الاستاذه رحمه. الو الو، استاذه رحمه السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. بحب حضرتك قوي. شكرا شكرا. حضرتك صباح لحضرتك. الله يخليك يا استاذه رحمه، منوره الدنيا والله.
لك اي سؤال تحت امرك. لا شكرا مستنى. شكرا ربنا يحفظك. شكرا كتر خيرك. مع السلامه. سمنه اهيت يا باشا. هنعمل بقى واحده كمان يا حمدي. اهو لو عايز تطلع فاصل براحتك. بص انا هسمن اهو من فوق ماشي ديت اهيت كده ماشي حاجه بسيطه جدا. ندخل عندنا الفرن لحد ما تبدا اللي هم الكلام ده يستوي معايا. كل صاج كده هعمل فيه شكلين اتنين. هنبدا بدانا الحلقه كده بحاجات سهله وبسيطه جدا. لسه بقى التقيل جاي ورا. نشوف ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم. رجعنا بعد الفاصل. بنعمل حاجه حلوه جدا بقى اللي هو الجلاش المربع الجميل ده ساده، وبعد كده هيتم حشوه بعد ما يطلع من الفرن، وممكن ياخد حاجات كتير قوي كحشوات. يعني هو الفكره ايه؟ الفكره ان احنا جبنا جلاش اهوت، نضفه بس كده واظبطه من هنا من الحروف اللي هي الحاجات. الحروف دي ما بتبقاش واخده سمنه اصلا، بشيلها. ممكن نعملها معالج، بتبقى جميله قوي. عشان كله تبقى واخد تسويه كده ومتظبط. دول 5 ورقات يا حمدي، من كل ورقه وورقه احنا حاطين سمنه. ما انت اللي عاملها، انت هتمثل اهو. من كل طبقه وطبقه حاطين ايه؟ حاطين سمنه. 5 ورقات. حلو. بعد كده بقوم واخد عندي الشكل المربع ده اهو، حطهم كده فوق بعض. الورقه الاخيره ما بتاخدش سمنه، عشان لو خدت سمنه هتلزق في ومش هعرف اشكل اهو كده. كفايه دول، ودول هستخدمهم في حاجه ثانيه. احطهم فوق بعض كده واقطع مربعات، مربعات بالظبط. بص يا حمدي هتلاقيهم مفكين من بعض اهم. بص كل واحده كده، كل شريحة نقوم واخدينها ونقوم حاطينها جنب بعض، وادخل عندي بقى الفرن عشان بعد ما بتطلع تبقى شكلها حلو قوي وجميلة. واقوم واخدها واقوم حاطط فيها حشوات بقى، وممكن تتعمل بالكريم شانتيه بعد ما بتطلع اهي كده. نرص دايما في المحلات الشرقي بيسيبوا حاجة اخر حاجة خالص بيعملوها، النموره. النموره ليه بقى؟ بتشيل بتاخد الجزء بتاع البقلاوه اللي هو البواقي كلها، وممكن نحطها جواها. النموره دي عباره عن ايه بقى؟ جلاش او بقلاوه، وبتتحشي كريمه، بتتقطع كده تقطيع حلوه، وبعد كده بندخلها الفرن. انا بس ايه، ايديا سريعه بس معلش النهارده، عشان كل الحاجات ديت مضطرين هي ان شاء الله يعني تطلع لكم على الهوا ان شاء الله يعني وتستوي معايا كده. تمام. دي شويه سمنه كده من فوق. اخر ورقه ما بتحطش عليها سمنه، بس لما بتيجي عشان تعرفي تقطعيها وتتحكمي في تقطيعها، لكن لازم قبل ما تخش الفرن تديها سمنه اهي كده. الصاجين يا باشا هم
صح كده؟ وبعد كده بنقوم واخدينهم ونبدا ان احنا نسويهم على درجه حراره ال 170. واحنا هنا في الفرن عندنا قدام حضراتكم الحجاب، وكل واشكر ان احنا عاملينها اهو. يا عيني يا عيني يا عيني، اوعى البقلاوه اهو. انا هقلب الصاج ده لازم كده واحنا شغالين، مش هقلب كده الدنيا كده عشان كله ياخد اللون واحد واحنا ظابطين. خد يا شيخ محمود، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ محمود، عشان نسوي بس. يا ام مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام مصطفى؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ تسلم ايدك على كل حاجه. الله يخليك يا فندم، ده من ذوقك. طيب كل حاجه جميله ما شاء الله، وبتتهزى دايما كده. تسلمي 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 والله، كلك ذوق. ايه كنت عايزه بقى التهنئه بس لابني في عيد ميلاده. مين يا فندم؟ تهنئه لابني في عيد ميلاده. اه طبعا. عيد ميلاده ولا نجاح؟ والله الاثنين ممكن. الاثنين ممكن، يلا بينا. هو عيد ميلاد، هو عيد ميلاد الشهر الجاي، وهو برضه نجح في الثانية اعدادي يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفق يا رب ويكرم. الله يخليك. في احسن واحد في الدنيا كده. عبر بدايتك كده يا رب، وتشوفهم احسن الناس يا رب. ربنا يخليك يا رب في حياتك، شكرا. وكل سنة وهو طيب. نديها بقى النمورة. عشان في حاجات ايه كتير هنطلعها دلوقتي ونظبطها. هطلع عندي الجلاش، اللفة اللي كانت باقية معايا نطلع، نحط أول ورقة اهيت، هو الجلاش اللي جالي ده شباب بالصراحة يعني، بصراحة شركة واحدة ولا شركتين اتنين؟ والله الكواليتي فارق. انا مستغرب حاجه غريبه يعني. لا يعني اللي انا شغال بيها دي جميله جدا. في واحده الورقه بتاعتها تخينه وناشفه، وفي واحده دي بص دي عامله ازاي، تحس لها بقلاوه اهي. بص عامله ازاي الورقه، انا بحب جدا الورق ده. مستغرب بقى موضوع ما يعني هو ولو عارفه لو اعترفوا منين، من تاريخ الصلاحيه. يقولوا تاريخ الصلاحيه كده وشوفوها، هي مش اكسبيرد ولا حاجه، هي الفكره ممكن يكون تخزين. التخزين اه، التخزين هو اللي فيه ساعات بيبقى فيه مشكله. اه طبعا التخزين بتاع الجلاش يا جماعه مهم. انت عارفه اكتر انتوا عارفين اكتر حاجه تبوظ الجلاش ايه؟ اللي هو يبقى في الفريزر ويطلع يتعمل له ديفروست ويخش تاني الفريزر ينشف. فاهم ازاي؟ هو له طرق في التخزين مهمه جدا. انا بحب الجلاش البلدي اللي هو بيبقى موجود كده في عند بتاع الكنافني ده، الشيت اللي هو الكبير ده، بعشقه. جميل جميل ابن لذينه، وبيبقى زي ده بالظبط، نفس الكواليتي اللي انا شغال بيها ديت. هو الفكره بتاعته، طب ليه بيبقى حلو؟ ما هو هو مش جلاش، هي الفكره ده بيبقى طازه بس، ما بيتحطش في فريزر ولا حاجه. يا ام منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فيه؟ ازيك يا ام منى؟ تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها والله. الله يخليك، اتفضلي معانا جلاش والله. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. الله يحفظك يا ستر كل. بعد اذنك معلش. اتفضلي. عيد ميلاد بنتي بكره. كل سنه وهي طيبه. انت طيب حضرتك، انا بقول لها كل سنه وانت طيبه يا قلب ماما، وعقبال 100 سنه يا رب. ربنا يخليها لك ويبارك فيها. الله يكرمك. بعد اذنك معلش، عايز اعمل يعني طريقه، يعني عايز اعمل لها تورته كده يعني ايه، او كيكه بس اقتصاديه يعني على قد كده. احنا كنا امبارح عاملين تورته كده حلوه، بس ممكن ما تعمليش الديكور اللي احنا عملناه بتاع الشوكولاته، هيبقى صعب عليكي. ادي حطي الجناش عليها من فوق واعملي احلى تورتايه يعني. بس اعملي ايه؟ عملت الكيكه الاسفنجيه والكريمه وعملنا المشكله معايا في الكريمه. بعد اذنك انا مش عندي مضرب الكهرباء، بس عايزه اعمل الكريمه كويسه. ولا مضرب سلك يدوي؟ ولا عندك مضرب سلك يدوي مثلا؟ لا عادي، عندي مضرب سلك يدوي عندي. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي حل عندك صغيره، حط فيها نص كوبايه من اللبن حلو على النار، وعندك بكاوي الشوكولاته اللي هي بكاوي الشوكولاته بتاعت المطبخ، هتلاقيها في اي سوبر ماركت عندك تحت. حاضر ماشي. ماشي الكلام. قطعيها مكعبات صغيره وهدي النار خالص على الحليب بعد ما يغلي، هدي النار خالص. حطي الشوكولاته دي، هتجيبي باكوين اتنين وتحطيها على الحليب وتقلبي،
ومعلقه زبده صغيره. ماشي. وتقلبي الكلام ده كله مع بعضه وتسيبيه يبرد. بعد ما يبرد بتقومي جايبه كيسين اتنين كريم شانتيه من تحت وتقومي حطاهم عليهم كوبايه وربع من اللبن بس يكون في تلج. ماشي. ماشي. وتضربيهم بايدك كويس قوي، هتلاقيه بدات تتقل معاكي كده الكريمه، بس طبعا تصفي الحليب من التلج. وبعد كده تقومي واخده الشوكولاته اللي انت عملتها على النار دي بعد ما بردت، تقومي حطها على الكريمه دي وتقلبيها كده، بقى عندك شويه كريمه زي الفل. ماشي. ماشي يا ست الكل، مع السلامه. اتمنى تكون معلومه وصلت. دي احلى حاجه في الدنيا، دي احبها جدا النموره ديت. بص احط بقى الكريمه اهي، وزع ايه لسه، شكلك عايز تاكل جلاش اهي لسه صح لسه. كان مع الفنان، هم لسه طالعين دلوقتي. خمس طبقات عليها من فوق تمام، كمان كل طبقه طبعا اديها سمنه. ام احمد سلام عليكم. سلام، ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا سيدي الكل؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الله يديك الصحة، الله يخليكي. تسلم ايدك على كل اللي انت بتعمله. ربنا يخليك يا ست ام احمد غالية. ربنا يخليك، التورتاية بتاعت امبارح والجاتو كانوا تحفة. الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل والله. شغل عالي يعني. شكرا شكرا لحضرتك والله. انا بتفرج عليك انا واولادي واحفادي وبنقعد ندعي لك على الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها. ربنا يخليك يا رب، تسلمي والله، تسلمي، شكرا. ربنا يخليك يا شيخ محمد. اخوك محمد. ما منك ابدا. الله يخليك. وتسلم ايديك وعينيك، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديك. اللهم امين يا رب. كده يا رب ويكرمك ويديك من نعيم الله. واياكم يا فندم، الله يخليك، شكرا. مع السلامه يا ست منى، شكرا. بص كده اخر واحده بنحط لها السمنه، نفس الموضوع برضه كده. طب الحروف دي بنعمل فيها ايه؟ الحروف دي حضرتك بتقوم واخداها كده كده، بص بقى، بص كده وهوب، حطينا كده كده ومطبقينا كده اهو، كده اهو ومطبقينا ماشي، وتقوم واخداه كده وتقوم عاملاه كده سهله، وش على اللي بعده اهو، واحده واحده كده. اهم حاجه بصي حطي كده سمنه كده في بينهم وبين الطبقات وبين بعضها، عشان ما فيش حاجه تطلع ناشفه معاكي، وتطبقيها وتحطها تحت كده. ماشي. الحروف دي بصي خديها فيها سمنه كده من هنا، شيلي بالراحه خالص، تلاقي الموضوع ماشي معاكي ملبن اهو كده. اخر طبقه ما تحطش عليها سمنه دلوقتي وكده. يا سلام بقى لو تحطها في الفريزر شويه، ما تقطعهاش، حطها في الفريزر شويه وبعد كده ابداي ايه قطعيها. في حاجه اتهدرت معانا؟ قطعنا حاجة زي الفل اهي، شغل عالي. ماشي، حط نجيب السكينة بقى. قطعنا اهي من النص، وبعد كده تقومي جاية من هنا كده، تقومي لفاها وجاية من هنا من الطرف ده لهنا، وكل واحدة على اتنين، كل واحدة ايه على اتنين اهي، كل واحدة على اتنين. بالصلاة على النبي يا باشا. طبعا لو حطت في الفريزر بتبقى احلى كمان في التقطيع، تستمتعي بيها اكتر في التقطيع اهو كده، تملفها كده. مزيكا دي مزيكا. وبعد كده تقومي حاطه عليها شوية سمنة كده من فوق، بس كده تمام. وناخدها ونروح فين؟ عندي على الفرن اسوي النموره لحد ما تبدا اللي هي تاخد اللون الذهبي بتاعنا، عشان نخش في الشكل اللي بعده ان شاء الله. ام فارس سلام عليكم. السلام
الو الو السلام عليكم. السلام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله بخير يا ست الكل. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، ربنا يحفظك. انا بحبك جدا. شكرا شكرا يا ابو فارس، بجد بتعلم منك كتير جدا والله. الحمد لله يا رب دايما كده، الله يخليك. بتعلم منك بجد كتير والله. طيب الحمد لله، لو اي حاجه وقفت مع حضرتك احنا اخوكي على طول موجود، كلمينا. ربنا يخليك. طب بقول لك حضرتك، عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. الخيار المخلل لما باجي اعمله على طول بيطلع كريم. قالوا لي شفتي توم، حطيت توم برضه بيطلع كريم، عارفه ايه السبب؟ اه استنى يا فارس عشان اسمع ماما. مش كده يا فارس، الخيار بيطرى منك؟ لا بيريم، بيريم مش عارفه ليه بيطلع ريم. هقول لك انا بيريم ليه. اول حاجه البرطمان عندك اللي انت بتحط فيه ما بقاش معقم، ده يخليه يريم. بيبقى ازاز، برطمان ازاز. ما هو لازم يتعقم قبل ما تبداي تحطي فيه الحاجه، اللي انت بتحطيه ميه سخنه وتحطيه في الميكرويف شويه، او تحطيه يغلي على النار في حله كده ويتعقم وتنشفيه كويس قوي. وبعد كده تحط الخيار، ولازم المحلول يغطي الخيار. عشان كده انا بعمل حمله كويسه جدا في المخلل. حتى لو تلاحظي بتوع المخللات لما بتيجي تاخدي برطمان مخلل بتلاقي حاطين حاجه كبساء، كبسه الحاجه من فوق. ليه كبسه الحاجه من فوق؟ عشان الـ الـ المحلول يبقى مغطي الحاجه. مغطي الخيار، لان لو الخيار طالع والمحلول تحت طبيعي اللي هو هيريم منك. والبكتيريا تنشط في الحته اللي هو ما فيهاش محلول. لان المحلول ده بيمنع ظهور البكتيريا اللي بتبقى فوق على المخلل. فانت حضرتك اي حاجه او اي طبق صغير، حتى لو بتلاحظوا يا جماعه لو انتوا تجيبوا مثلا ورق عنب، اي حاجه عشان ما تعومش فوق بيحطوا شبكه كده عشان تضغط الحاجه ديت فتفضل المحلول فوق، بس هيطلع معاك ان شاء الله زي الفل. اضغطيه بحاجه من فوق. شكرا ليك. الله 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 الله. تعالى بس نقلب كده شويه يا حمدي، انا محتاج يتحمص كمان شويه. الكنافه مع السوداني اصلا عاملين ريحه كده جميله. انت عندك مكان محمود هناك موجود؟ طب خد يلا هوب. يلا يا باشا فاصل، وبعد الفاصل نواصل يا حمدي. رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي الجلاش المربعات اللي طلع، خمس طبقات بين كل طبقه طبقه سمنه، وبعد كده حطيناه بقى بعد ما حطيناه في الفرن واتحمص كويس. مش هياخد وقت معاك، 10 دقايق كان طالع من الفرن. ادينا الشربات التقيل البارد، وبعد كده خدنا كل واحده كده وحطيناها على الطبق الشيك ده، ونبدا ان احنا ايه نديله كريمه من فوق كده بالشكل ده. ماشي اهو. مرايه ايه؟ مرايه جلاش عالميه. بعد كده مربى كده من فوق، مربى ايه؟ مربى فراوله سلام، او مربى توت، او مربى راسبيري مثلا، او مربى توت، او مربى تين. بس طبعا مربى الفراوله طبعا بتنور الشغل اكتر يعني. اهو
يلا هنطلع اللي في الفرن حمدي، عشان اللي في الفرن ايه يا باشا؟ احنا تمام يعني. اهو 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 اهو، بس عشان بس شغال مع الاسب بايديها، عشان انا عايز اطلع كل قطعه لوحدها كده، يعني ما تبقاش واخده مربى كتير، فبضطر انزل الاسب بايدي يعني. ايدك يا جماعه طالما نظيفه ومتعقمه والله ما فيها اي مشكله خالص يعني. والله عندك بقى حلين اتنين، بص يا عم حمدي، اما تسيبها كده بالشكل ده، او تقوم واخده كده الطبقه التانيه دي وتقوم حطها كده من فوق. بص يا باشا، اما تسيبها كده يا عيني كده، او تحط الطبقه التانيه كده عليها من فوق يا سيدي. وبعد كده الله يحفظك يا باشا، ودي كنافه بسوداني بلون اخضر عملناهم فستق. انا محمود يا نصاب. اصحى بقى للتحميصه. اسمع الاصوات بقى، شربات تقيل بارد يا باشا بعد ما يطلع. وعلى الحجاب برضو اهوت شوية شربات. ماشي، وتسيبها تبرد، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها على طول. هنا هعمل نص نص الجلاش ده، هعمله سادة زي ما هو، هسيبه بالكريمة كده من فوق، والنص التاني هقفل له الطبقة من فوق، يعني هاخد هعمل نص طبق كده ونص طبق كده. طبعا بقى لو كان في مانجا كنت اديتها مانجا كده وروقتها، بس المانجا لسه مش عارف تقلانة علينا قوي السنة دي ليه كده. كده النص صح؟ نص ونص، كده تمام. شوية كنافة حطيناهم مع شوية سوداني ولون أخضر. بس كده زي الفل. نقدم البشر هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده نجيب عندنا طبق. عايز اوريك حاجه حمدي في الحاجات الجديده اللي جات لنا بقى. ده طقم جديد معمول جرانيت تيتانيوم. الناس ما تعرفش التيتانيوم هو اكتر حاجه صحيه، وده الحاجه الجديده اللي ظهرت. يعني في عندنا التيفال، في عندنا الجرانيت، في السيراميك، في التيتانيوم. ده احلى حاجه، تيتانيوم جرانيت حاجه حلوه جدا. الماركه كمان اللي هم بيشتغلوا بيها، او الكوتنج اللي بيشتغلوا بيه لازم تعرفيه، اللي هم الماركه ديت ماركة ويتفورد. ويتفورد دي شركة إيطالية، دي أقوى شركة موجودة في العالم للكوتينج، اللي هي الطبقة اللي هي اللي جوه ديت، عشان تبقى طبقة صحية وما تقشرش معاكي. ماركة ويتفورد دي هتلاقيها موجودة حتى في كل الحلل. يعني ليه هم حاطين دي ومش حاطين اللوجو بتاعهم؟ عشان دي ده يقول لك الجرانتي، اللي هو بص العلامة المميزة اللي في الحلة. فتخلي بالك ان كيتشن نوفا كل يوم بتطور من نفسها، كل يوم بتعمل حاجات جديده. عاملين طقم 23 قطعه زي ما حضراتكم كده شايفين، لونه شيك قوي، والملمس بتاعه كمان ناعم قوي. يعني التانيوم بيبقى انعم شويه الملمس بتاعه من الجرانيت. طب هو الجرانيت حلو ولا وحش؟ الجرانيت حلو طبعا، ما فيهوش اي مشكله، ولكن التيتانيوم اعلى واعلى. فكل يوم زي ما قلت لك في التطور عندنا في الصناعه، كل يوم بيبقى في تطور في الحاجه، عشان ما تفكريش تجيبي اي حاجه مستورده وتجيبي الصناعه المصريه بتاعتك. فحلل كاتش نوفا عاملين طقم 23 قطعه، وكمان عليه ضمان 3 سنين، يعني انت بتاخدي الحاجه وعليها ضمان 3 سنين يا جماعه، حلوه جدا. غطيان استانلس، وفي قلت لك يا بص في حلتين بقى بتوع العزومه، اللي هو 28 وال 32، دول حلل العزومات. بص ما شاء الله حاجه محترمه قوي بصراحه، يعني فخر الصناعه المصريه كاتش نوفا. فمبروك عليهم الطقم الجديد دهوت، ورقم التليفون قدامكم
تقدري تتواصلي من خلاله. لو حابين الطقم ده يجي لكم لحد باب البيت يعني. الحاجه اللي معروضه هي اللي تجي لك بالظبط، فاهمه ازاي؟ وعليه كمان الضمان الثلاث سنين. بص بقى الحجاب يا عم حمدي بيطلع يترص كده في الطبق زي ما انت شايف كده بقى اهو. اه ما شاء الله الايه الجلاش دايب. الشربات التقيل البارد سهل جدا. ناس كتير بتسالني بتقول لي الشربات التقيل البارد، ثلاث كوبايات سكر كوبايه ونص ميه على النار لحد ما يبدا اللي هم يغلي معايا، بديله نص عصير ليمونه يطلع معايا زي الفل. ادي الحجاب اهو نقوم حاطينه هنا، وبعد كده نقوم جايبين عندنا الطبق اللي بعده وناخد عندنا كل وش كورت. جميله دي بقى طحميصه بتاعت الكنافه مع السوداني اصلا مع الجلاش بعد ما اتحمص، والله ريحه حلوه قوي، احلى ريحه ممكن تتخيليها. بحبها جدا. اه بتاعت زمان فعلا الحمد لله، بحبها قوي الموضوع ده. بص اهو كده وانا برص الطبق كده، ناخد فاصل عم حمدي كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله عشان نطلع مع بعض النموره وبقيه الاشياء الجميله يعني. يلا بينا. حلقة اورينتال ان شاء الله تعجبكم يعني وتقدروا تنفذوا الحاجة. تعال بص على النمورة عشان النمورة يعني ايه امورة، يعني النمورة فعلا امورة وبجد يعني. بص الكلام عشان ايه مش مبالغ بس في الكلام، شكلها عامل ازاي؟ الله اكبر يعني. نمورة بالكاستر ده حاجة جميلة. طلع كده بقى اطلع ماشي، بعد كده ايه اديها شربات. شربات تقيل بارد. ها النموره دي مش إيه مش افتكاسات يا جماعه، مش اسم مفتكس يعني، تفتكروا الحاجات من ضمن الافتكاسات بتاعه الاسماء اللي هي اسمها كده، اسمها نموره. مش هتعمل بقلاوه او تعمل بالجلاش، بس هي اصلا بتعمل بقلاوه برضه بتبقى في حته ثانيه خالص يعني. وهنعمل حلقه ان شاء الله عن البقلاوه، كنا جايبين قبل كده الشيف احمد صديق يجي لنا ثاني ونعمل حلقه من الحلقات الجميله قوي اللي بستمتع بيها قوي قوي قوي، حلقه البقلاوه. لان البقلاوه هي صنعه غير الجلاش خالص. بقلاوه ارق
الورق بتاعها بيبقى رقب كتير قوي من الجلاش. صنعتها يعني ممتعه ممتعه بجد، بس ازاي تطلعي الورق الرقات بتاعتها كلها منفصله عن التانيه وما تبقاش عجينه، دي الصنعه بتاعتها بقى. والعجينه اللي بقلاوه البيضه والبقلاوه الحمراء دي تحط لها سمنه، دي بتحط لها بتحط لها السمنه، قصص كبيره جدا موجوده في البقلاوه وعلم كبير. وعندنا في مصر هنا ناس على اعلى 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 مستوى من البقلاوه، يعني هم طبعا السوريين مميزين فيها جدا، التراكوه مميزين فيها اكتر، يعني السوريين سوريا وتركيا دول اكتر اتنين او اشطر وامهر اتنين، ولكن احنا عندنا في مصر برضو ناس على اعلى مستوى بيعملوا البقلاوه، لان البقلاوه بتقص صحه صحه كبيره قوي، لان موضوع النشابه ده صعب مش سهل انك تاخديها وتقعدي تنشي وتقعدي تطلعي الورقه بورقتها، دي حاجه مش سهله يعني. كنا عاملينها قبل كده والله مع الشيف احمد صديق، ان شاء الله يجي لنا تاني ونقدر نعمل لكم حلقه تانية عن البقلاوه. بص بقى النموره تبدا ايه تهدى شويه تظبط معانا، بص بقت عامله ازاي اهي. الشعبيات بقى الشعبيات جميله قوي. لا خلاص لو مفيش خلاص انا كده كده خلصت يعني، فيعني خلاص انا ممكن ان شاء الله نبقى في حلقات تانية نبقى نعملها. انا اطلعها بس يا حمدي احطها لك هنا في الطبق بتاعنا، ما تخليها في الصينيه يا حمدي ليه بتجازف يعني. انا بحب اجازف. بصوا نازله على الطبق بالظبط، نازله على الطبق بالظبط. بص ما شاء الله بس يا باشا هوب نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا كده. ودي كانت حلقتنا النهارده من برنامج المطعم، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. حلقه جلاش رايقه كده وبسيطه ونقدر نطلع منها اشكال كتير وفرايتي كتير جدا. وقلت لكم في رقم تليفون بيظهر قدام حضراتكم للاطقم الجديده من كاتشينوفا، الاطقم التيتانيوم. اللي هيجرب خلاص هي حاجه تفضل معاكي طول العمر، فاهمانة؟ حاجه تفضل معاكي طول العمر تبقى موجوده معاكي. عمرها ولا يحصل لها حاجه ولا تخدش معاكي ولا اي حاجه من كاتشينوفا. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.